خلي بالك انت في بوزيشن مطمع لناس كتير جدا، بالاضافه لان انت لسه معتزل الكوره اول امبارح وتوليت هذا المنصب امبارح، فالناس هتبقى غيرانه منك اكتر واكتر، هيبتدوا يصيروا لك المشاكل. وجي بعد كده في بدايه اللقاءات الرسميه ما حصلش توفيق، الناس مش قادره تحط ايديها ان الجهاز الفني بالكامل معذور، لان بيشكلوا فريق جديد، لان احنا في فترة احلال وتبديل وتجديد. فارجوك زي ما انت كنت هادي كده في مكالمتك مع الكابتن وائل، خليك هادي برضو في التعامل مع البوزيشن اللي انت موجود فيه، خاصة ان في اعلاميين وناس مديرين فنيين وناس مديرين كورة هيبقوا طمعانين في المكان اللي انت موجود فيه، فعايزين ياخدوه باي طريقه. والله ومنها اثاره المشاكل والفرقه بينك وبين اعضاء الجهاز الفني للمنتخب. احذر احذر من الناس ديت يا صقر، لان انتوا اكبر من الكلام ده كله، وانتوا نجوم مصر دلوقتي، والمهمه مش قليله على 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 عاتقكم. انا اسف ان انا بقطعك، بس اللي طمعان يجي اهلا وسهلا، انا ما عنديش مشكله. ما هو لو عنده الانجازات، ما هو لو عنده الانجازات والامكانيات والخبرات، ما كانوا جابوه من الاول. انا ما ساعدتش، انت فاهمني يا صقر، فاهمني يا ابو حميد. ما هو مثلا ايه اللي هقول، مثلا ايه، ان عبد الرحيم طمعان في مكانك، او عبد الرحيم بيثير لك المشاكل مع الاعلام علشان يمشيك من المكان ده. هل هو لو عبد الرحيم عنده الامكانيات والقدرات والانجازات مش كانوا جابوه اسلم لهم؟ مظبوط. انما هو عبد الرحيم اصلا ما ينفعش، فعشان كده بيصير لك المشاكل.